بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض في القائمة بتاعة ديفاي. هنتكلم فيها عن أمرين مهمين جدا. الأمر الأول اسمه تريم تو إليمنت، أو الأمر والأمر التاني اسمه تريم مالتيبل. فهناخد الأمر الأول اسمه تريم تو إليمنت. هلاقي هنا ظهرت عندي ويندو، الويندو دي فيها حاجة ممكن أعمل سيلكت عليها اسمها select cutting element first. trim عادة ممكن يسمى بأن أنا كأني بعمل قطع لجزء معين من الرسمة بتاعتي، بحيث إن هي عن طريق element تاني، فمثلا أو إن أنا كأني بعمل لها extend. فمثلا عندي element زي rectangular ده، وعندي خط زي ده، الخط ده سابق الريكتانجلر بالشكل ده، فأنا ممكن أقطع جزء من الخط بحيث إن هو يبقى آخر نقطة في اللاين بتاعي تكون موازية لآخر أو محاذية لآخر نقطة مع الريكتانجلر. بمجرد ما أعمل سيلكت هنا، وبعدين أعمل سيلكت على الإليمنت بتاعي اللي اسمه كاتنج إليمنت، هلاقي إن اللاين بتاعي الجزء ده اتقطع منه، وبعدين اتبقى بس الجزء التاني من اللاين بحيث آخر نقطة فيه تكون في محاذاة مع الكاتنج إليمنت. كاتنج إليمنت هو العنصر اللي أنا بقطع بيه العنصر الأول. فعشان كده هنا عندي في الويندو بتاعتي هنا اسمها حاجة اسمها select cutting element first. يعني أنا ممكن لو عملت كليك على دي ممكن اختار الاليمنت اللي انا اللي اسمه كاتنج اليمنت اللي انا هقطع من خلاله، او والاليمنت التاني هو اللي انا هعمل عليه كليك في الستيب رقم 2، ده الاليمنت اللي انا محتاج اقطع منه جزء. فلو انا عملت سيلكت هنا على الاليمنت بتاعي، طبعا لو انا عملت سيلكت على الايدج الموازي للاليمنت بتاعي مش هيعمل اي تريم، زي مثلا ما اعمل كده عملت كليك ما عمليش اي تريم. طب لو انا عملت على الايدج اللي هو يعتبر عمودي او بزاوية مختلفة عن زاوية الاليمنت الاصلي اللي انا محتاج اعمل له كاتنج، فمثلا عملت كليك هنا وبعدين قمت عامل كليك على الاليمنت اللي انا هعمل له تريم او اعمل له كات لنقطة معينة، هلاقي عمل كات بالشكل ده. طيب انا لو محتاج اعمل تريم للجزء ده مش للجزء ده، فانا برضو هقوم عامل سيلكت، طبعا هنا عامل سيلكت على كاتنج اليمنت فيرست، فانا هعمل سيلكت على الاليمنت التاني برضو في نفس النقطه دي، او الايدج ده او الايدج التاني، وبعدين هعمل كليك على النقطه ابعد او بعد الايدج اللي انا عملت عليه سيلكت في البدايه. فلما عملت كده فعمل قطع لكل الاليمنت وساب الجزء اللي هو محاذي ليه الايدج اللي انا علمت عليه في الكاتنج اليمنت. ممكن امر التريم ده برضو ان انا اعمل بي اكستند لعنصر معين. فمثلا عندي الاليمنت ده زي ما شفنا هنا، ممكن اعمل اكستند مش هيتقاطع مع ده، ولكن هعمل بس اكستند ليه بحيث ان هو يوصل لنقطة توازي او تحاذي الاليمنت التاني اللي احنا بنسميه كاتنج اليمنت. فمثلا هعمل سيلكت على الاليمنت اللي انا محتاج اعمله اكستند، وبعدين اروح اعمل سيلكت على الاليمنت التاني، هلاقي ان الاليمنت الاول الطول بتاعه زاد بحيث ان هو النقطة الاخيرة فيه بقت في نفس المحاذاة مع الاليمنت الكاتنج اليمنت. طيب لو انا عاوز اعمل اكستند برضو الاليمنت ده مع الكيرف ده، هعمل كليك على الاليمنت الاول، بعدين اروح اعمل على الكيرف اللي احنا بنسميه كاتنج اليمنت، هيعمل اكستند بحيث ان هما يتحدوا مع بعض، لان في ده الكيرف ده يعتبر واقف في طريق الامتداد بتاع اللاين بالشكل ده. نفس الفكرة لو عملت عاوز اعمل قط للكيرف نفسه مع اللاين ده، هيبقى هيتغير معايا او اللينس بتاعه هيتغير معايا بحيث ان هو يوصل للنقطة التانية بتاعت اللاين بالشكل ده. طيب عندي تاني، نفرض مثلا ان انا عملت سيلكت بالشكل ده وبعدين عملت اكستند، ممكن اعمل اكستند بقى للاليمنت رقم 2 ده، نعكس الحالة دي، نخلي ده هو الكاتنج اليمنت وده الاليمنت اللي انا محتاج اعمله اكستند او تريم. فلو انا عملت كده هلاقي الاتنين دول اتحدوا مع بعض، لان النقطة دي هتيجي تحاذي النقطة دي هتلاقيها تقاطعت معاها. فاختار العنصر الاول بالشكل ده، وبعدين اختار العنصر التاني هلاقيهم اتحدوا مع بعض بالشكل اللي قدامي ده.
في برضو انا مثلا محتاج اعمل ادي كيرف ومع كيرف تاني متقاطعين مع بعض، ممكن اعمل سيلكت على الكيرف الاول وبعدين انا عاوز الكيرف ده اشيل الجزئية دي منه. فلو انا عملت كليك على الكاتنج ايلمنت بالشكل ده، سوري العكس، ان انا محتاج اقطع ده فلازم اعمل سيلكت عليه في البداية لان مش معلم على مش عامل تشيك على سيلكت كاتنج ايلمنت فيرست، فبعدين قمت عامل كليك هنا فقطع الجزئية دي من الكيرف. طب لو انا محتاج اقطع الجزئية دي فاعمل سيلكت من هنا وبعدين اعمل سيلكت على كاتنج ايلمنت، هلاقي الجزء ده اللي بتاعي اتعمل لها تريم. نيجي ندخل تاني على الامر التاني عندي اللي اسمه تريم مالتيبل. ده امر برضو مهم جدا عندي. لو انا اخترت مثلا امر ده هلاقي ظهرت الويندو بتاعتي فيها تلاتة ايكون بالشكل ده. في اي الاولى اسمها اكستند تريم اند اكستند، التانية اسمها تريم، التالتة اسمها اكستند. لو انا عملت سيلكت على التريم اند اكستند وجيت بعدين قمت عامل سيلكت على الايتم الاول والايتم التاني عندي، ف حسب حالة او مكان الايتمز. فلو مثلا حاجة مثلا زي اللي قدام دي الاتنين دول مش متقاطعين مع بعض، فالحالة دي ممكن يعمل لي اكستند. فلو انا عملت سيلكت على الايتم الاول بعد كده عملت سيلكت على التاني، هعمل لي اكستند للاول للايتم التاني بالشكل ده. طيب لو عكسنا سيلكت هنا وبعدين عملت سيلكت ده فعمل اكستند على الايتم ده. طيب لكن لو انا عندي مثلا حالة زي اللي قدامي دي الاتنين دول متقاطعين، اول ما اعمل سيلكت على الايتم الاول بعد كده سيلكت الايتم التاني فهيعمل لي تريم للجزئية بتاعتي لان هما متقاطعين. فاذا حسب الحالة بتاعت التو اليمنتس اللي قدامي ممكن يعمل اكستند وممكن يعمل تريم. طبعا الكلام ده لو انا عامل سيلكت على الايكون بتاعت الاكستند تريم اند اكستند. طب لو انا عملت سيلكت على الايكون بتاعت التريم فقط، لا بتاعت التريم فقط، لو انا عملت مثلا جيت على تو اليمنتس مش متقاطعين مع بعض بالشكل ده، عملت سيلكت على الاول بعد كده عملت سيلكت على التاني، مش هلاقي اي اكشن اتاخد. عملت سيلكت على التاني عملت سيلكت على الاول، مش هلاقي برضه اي اكشن اتاخد لان الامر هنا انا معلم على التريم فقط، فاذا انا بحاول اعمل قطع فقط. فلو انا جيت مثلا اخترت حاجة زي اللي قدامي دي عملت سيلكت عليها وبعدين عملت سيلكت على الايتم التاني، هيبتدي يعمل لي تريم بالشكل ده. طبعا حسب انا محتاج اعمل تريم لايه، فاعمل سيلكت على الاول وبعدين اشوف الجزء اللي انا محتاج اقطعه واعمل سيلكت عليه سواء هنا او هنا، فلو عملت كليك هنا هيقطع الجزئية دي وهكذا. ممكن نفس الكلام انا عندي مثلا لو برسم حائط مثلا بالشكل ده، ممكن محتاج ان انا اشيل الجزئية دي مثلا من المبنى. نفرض مثلا ده هيبقى كامل معايا، خلينا نعمل له بريك باي بوينت وبعدين انا محتاج اكمل اللاين ده في اتجاه ده كده. نفرض ان دي مثلا حائط تانية، ودول ده نعمله اكستند كده. نفرض مثلا عندي حائط بالشكل ده، فممكن اعمل سيلكت عليهم وبعدين اعمل امر تريم مالتيبل وبعدين اختار الايكون بتاع التريم. لو انا طبعا عامل سيلكت عليهم كلهم، فممكن اعمل كليك هنا اقطع لي دي، اعمل كليك هنا اقطع لي دي، اعمل كليك هنا اقطع دي، اعمل كليك هنا اقطع دي. فانا كده كأني بقى عندي حائط في الاتجاه ده، حائط في الاتجاه ده، حائط في الاتجاه ده وهكذا. ممكن دي يبقى شكل طريق مثلا لو انا برسم طريق. فالامر تريم مالتيبل دوت مهم جدا وبيستهلوا استخدامات كتير. طيب لو انا عندي عملت سيلكت على اكستند بس، ففي حالة اكستند بس هيختار الاليمنتس اللي هي تقدر اعملها اكستند، هي دي بس اللي ممكن تبقى مفعلة معايا في الامر. فمثلا برضو هعمل سيلكت بالشكل ده يعمل اكستند، اعمل سيلكت كده على الايتم الاول بعدين اعمل الايتم تاني يعمل اكستند. عملت سيلكت هنا على الكيرف ده وبعدين عملت سيلكت على الكيرف التاني مش هيعمل حاجة لان دول انترسكتد مع بعض. بكده المحاضرة بتاعتنا النهاردة خلصت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.